بس المرة دي عايز أتكلم في حاجة متكررة، يعني كل مرة كل سنة بيحصل الفيلم ده. ده فيلم كل موسم وكل دوري وكل مباراة بتجمع بين النادي الأهلي ونادي الإسماعيلي. أولاً من البداية كده اللي بيجمع النادي الأهلي، مسؤولين النادي الأهلي ومسؤولين النادي الإسماعيلي، حتى اللعيبة مع بعض، حتى الجماهير بينهم من بعض كل ود واحترام وحب ومتبادل من الطرفين، الملعب حاجة وبره حاجة تانية. الجميع بيتحدث عن الطرف الآخر بكل احترام، ودي علاقة الأهلي بكل أندية. سيبك بقى من القلة اللي هي بتحاول تصطاد في الماء العكر وتألف قصص وحكايات ملهاش أصل ولا ليها وجود أصلا علشان تحاول الوقيعة بين الأندية وبين النادي الأهلي، ودول معروفين كل سنة كل سنة نفس الموال نفس الفيلم، هو ده اللي بنسمعه كل سنة. وليه الأهلي ما يروحش يلعب في الإسماعيلي؟ هو في حد قال الأهلي يروح يلعب في الإسماعيلي والأهلي رفض؟ الموال اللي احنا بنسمعه كل سنة ده، ويقول لك يعني تكافؤ الفرص، فين تكافؤ الفرص هنا؟ هما بيقولوا فين تكافؤ الفرص؟ طب كويس قوي، نتكلم في حاجة بسيطة بس الأول، نقف بس هنا. نتكلم في حاجة بسيطة. هو النادي الأهلي ملعبه برج العرب؟ النادي الأهلي بيلعب الماتشين على برج العرب. النادي الإسماعيلي بيلعب الماتشين على برج العرب. يعني النادي الأهلي هنا زيه زي الإسماعيلي. إيه الميزة اللي اتعملت للنادي الأهلي؟ إنه يلعب على برج العرب. طب ما النادي الأهلي ما بيلعبش على برج العرب. والنادي الأهلي مش ملعبه برج العرب. النادي الإسماعيلي مش ملعبه برج العرب. فالاتنين متساويين زي بعض. إيه فين يعني إيه وجه الاعتراض؟ تعترض على إيه؟ هو النادي الأهلي اللي طلب إن الماتشين يتلعبوا في برج العرب؟ لا طبعًا. ده قرار، والقرار داخل فيه يعني قرارات أمنية بحتة، مؤسسة من مؤسسات الدولة، وأي قرار أمني لازم نوافق عليه، كلنا لازم نوافق عليه. المفروض ما تناقشش أصلاً الأمور دي، طالما قال لك قرار أمني هم أدرى مني ومنك وبالناس كلها بالمصلحة، عشان كده لازم نحترم القرار. الغريبة بقى إن مسؤولي الإسماعيلي يعني اتكلموا عن الامر ده مره واحده بس، وقالوا لهم ايه؟ ده قرار امني، احترموا القرار، ما اتكلموش. يعني مسؤولين الاسماعيليه اتكلموا في الاول، طب ليه ما نلعبش؟ قال لك قرار امني، خلاص ما اتكلمش. هم سكتوا، القله بقى اللي غاويه مشاكل احنا عارفينهم طبعا كويس قوي، هم دول اللي عمالين يتكلموا في الموضوع ده. احنا هنبدا من البدايه وهنبدأ من البداية نعمل حاجات للنادي الأهلي، وهنبدأ من الأول عشان نعمل نساعد النادي الأهلي من البداية في الماتشات اللي زي ساعد إيه؟ ما هو ده مبدأ تكافؤ فرص. طيب اديني أنت عقلك ملعب برج العرب، هو ملعب برج العرب دوت بتاع النادي الأهلي؟ فين مبدأ تكافؤ الفرص أنت بتحكي عليه أو انعدام تكافؤ الفرص؟ أنت بتتكلم عن إيه بالظبط؟ يعني اللي بيحاول يصطاد في الميه العكر ودول معروفين يعني. طب ما هو حضرتك النادي الاهلي ما بيلعبش الاسماعيلي على ملعبه. النادي الاهلي ما بيلعبش الاسماعيلي على ملعبه. والنادي الاهلي ما بيلعبش الاسماعيلي. طيب الاثنين زي بعض. هل الاسماعيلي بيجي لاعب الاهلي في القاهره؟ لو الاسماعيلي بيجي لاعب الاهلي في القاهره ليك حق تقول كده. ليك حق تقول الكلام ده. انما لا، الماتشين بيتلعبوا بعيد، بيتلعبوا برج العرب. حسب قرار الامن. يبقى الاهلي كمان متضرر من القرار. ولكن قرار امني، طالما قرار امني خلاص احترمه، والا انا اقول لك اخد ودي معاك في الكلام بقى، اقول لك طب ما هو الاهلي كمان متضرر من القرار، الاهلي يلعب ليه بره ارضه؟ هو برج العرب ملعب الاهلي الاساسي؟ لا طبعا مش ملعب الاهلي الاساسي، خلاص يبقى الاهلي متضرر هو كمان. انما الاهلي ما بيتكلمش، الاهلي بيحترم القرارات اللي بتيجي، قرار امني بحت خلاص ما تتكلمش، ما بنتكلمش ولا بنعترض ولا بنقول اي حاجه خالص. حتى الاسماعيلي اللي هو طرف في الموضوع خلاص لما قالوا له قرار امني سكت. انما الشله او القله اللي غاويه فتنه ووقيعه وتاليف بتبرر الامور حسب رؤيتها، حسب مزاجها، حسب مصلحه ناديهم. ده احنا لسه ما بداناش، هتبتدي لي انت؟ يعني الاهلي ما عندوش علاقات كويسه بجميع الانديه
وانت ناديك ليه علاقات كويسه بجميع الانديه، وانت ليك الحق انك تتكلم باسم المسؤولين بتوع جميع الانديه. لا طبعا انت مالكش حق الحاجه خالص، لان العلاقه بين الاهلي وجميع الانديه علاقه كلها حب وود واحترام طول عمرها، على فكره طول عمرها. يعني قبل كده حاولوا يوقعوا بين الاهلي والاسماعيلي والاهلي والمصري كذا مره، وبيقولوا شويه حاجات من نسج الخيال وكلام ما حصلش خالص، بيحاولوا يظهروا غير الحقيقه. طب هو عارف حضرتك ازمات ناديك مع انديه بره وانديه جوه واللعيبه بره مصر وجوه مصر؟ خليك انت في مشاكلك، خليك انت في مشاكلك ومالكش دعوه بالاهلي. شوف مين اللي علاقته وحشه بالانديه واللعيبه، ويا ريت ندي الناس حقوقها واتقي الله وبلاش فتن. طب سمعت حضرتك تصريحات ثروت سويلم عضو رابطه الانديه قال لك ايه؟ ده مسؤول قال لك دي ظروف وده قرار امني، والمسؤولين في الاسماعيلي فاهمين الكلام ده وعارفين وما اتكلموش. يعني المسؤولين بتوع النادي الاسماعيلي ما اتكلموا في الاول، ولكن لما قالوا لهم ده قرار امني وانتوا الماتشين بتلعبوا برج العرب وده مش ملعب النادي الاهلي ولا ملعبكم، بس انتوا الاثنين متساويين، يبقى ما حدش يتكلم. القله بس اللي هي غاويه الفتنه يا ريت تركز في ناديك، تبعد عن اثاره الفتنه ديت. احنا لسه في موسم جديد وما ابتديناش، يعني بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وفي ظروف مختلفه وفي رابطه انديه محترفه، وكلنا متفائلين ان هي تعمل حاجه كويسه، فاحنا كلنا عايزين نقف ورا المنظومه ورا نجاح المنظومه، عايزين نشتغل عشان نكون صح مش اي كلام وخلاص. يا ريت نركز ونبعد عن الفتنه دي. نروح الماتش النهارده بقى.